السلام عليكم. دش أنا وزير صناعة مصنع جديد تابع لمجمع سيفيتال، وذلك لإنتاج محركات الغسالات بعلامة برانت، والواقع في مركب سيفيتال برانت الجزائر في سطيف بشراكة مع شركة واج الرائدة الإلكترونيكا ميناجي، عجل يعني الإلكتروني المنزلي، شركة برازيلية. إذن تم اتفاق على تصنيع محركات نتاع الغسالات في الجزائر في هذه الوحدة الجديدة التي تم تدشينها في نهاية الأسبوع هذا من طرف وزير الصناعة سيد زغدار. إذن هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز الكبير في تطوير الصناعة يعني تاع الإلكتروميناجير تاع المنزلية، ومزيد إن شاء الله لشركة مجمع سيفيتال ولشركة برونت الجزائر التي تم يعني الحصول على الأغلبية الأسهم تاعها من طرف مجمع سيفيتال بعد ما كانت تابعة للدولة الفرنسية. إذا هذه هي، وللعلم أنه الوحدة هذه الجديدة التي تم يعني افتتاحها في نهاية هذا الأسبوع سوف تنتج ما لا يقل عن 2 ملايين وحدة نتاع الغسالات في السنة، وهذا أمر جيد. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.